قالت وزارة الإسكان إن لجنة الإسكان المخولة بمناقشة الطلبات الإسكانية للحالات الإنسانية والعاجلة قامت بمناقشة حالات مدرجة على قوائم اللجنة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث اتخذت اللجنة قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة ل 220 حالة إنسانية بعد دراسة كافية لجوانب الحالة من تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة، في حين تم الاعتذار عن تلبية 80 طلبا معروضا نظرا لعدم انطباق المعايير الخاصة بالحالات الإنسانية أو العاجلة عليها، موضحة أن الحالات التي يتم عرضها على اللجنة يتم تحويلها من قبل صندوق الملاحظات والشكاوى تحت أمرك، بالإضافة إلى وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن بعد إجراء يتعلق بتصنيف حالات الطلبات الإسكانية والمقدمة، مؤكدة قيام اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.